لديك فكرة مشروع لكن ليس لديك المال لتنفيذه. لا تقلق، فالمصارف الإسلامية ابتكرت فكرة عبقرية لدعم المشاريع الصغيرة والحد من الأنشطة الربوية. هذه الفكرة هي المشاركة المتناقصة. كل ما عليك هو التقدم للبنك بطلب تمويل مشفوعا بدراسة جدوى والوثائق اللازمة، فيقوم البنك بالتحقق من الطلب ومشروعية النشاط والتأكد من قدرة العميل وخبرته لإدارة المشروع المقترح. بعد الموافقة يتم عقد اتفاق مع العميل بصيغة المشاركة المتناقصة، والعقد يتضمن قيمة التمويل وطرق السداد وتقديرا نسبيا للأرباح دون نسبة أو رقم ثابت. هنا يدخل البنك شريكا لتطوير خط إنتاج دواء أو للبناء على أرض يملكها العميل أو لشراء سيارات تاكسي لحساب السائقين. في كل هذه الأشكال يصبح البنك شريكا في المشروع بالتمويل ويأخذ حصته من الأرباح، ثم يحجز جزءا من أو كل أرباح العميل مقابل التنازل عن حصة من شراكته لحساب العميل، ومن ثم تزيد نسبة الأرباح لدى العميل، ويستمر الأمر على هذا النحو إلى أن يصبح المشروع بالكامل ملكا للعميل ويخرج البنك من المشهد. اختلف العلماء في ذلك المنتج على 5 آراء، فمنهم من رأى أنه أحد صور المضاربة، والفريق الثاني رأى أنه أقرب لإجارة منتهية بالتملك خاصة في حالة تمويل المشاريع العقارية. الفريق الثالث رأى أنه من أشكال المزارعة والمساقات وهي مقبولة شرعا. الفريق الرابع يرى أنه عقد ملكية مع وعد بالبيع. أما الفريق الخامس فرأى أن المنتج عبارة عن شراكة دائمة مع وعد من الطرف الأول وهو البنك ببيع حصته للطرف الثاني وهو العميل. وهذا الرأي الأخير اختلف العلماء فيه بشكل كبير. ثمة اتهام وجه لهذا المنتج الإسلامي بأنه أحد أشكال بيع العينة المنهي عنه شرعا، لكن يرد على هذا الاتهام بأن الشريكين يتحملان معا الربح والخسارة، فليس هناك تحايل ربوي في عقد التمويل. مرة أخرى، لا تقلق، توكل على الله وابدأ مشروعك.